حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا ومسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مجلة الريان. اليوم حنا متواجدين في مكتب العلاقات العامة بشركة الريان للإعلام والتسويق، وبإذن الله تكون حلقتنا فيها العديد من المواضيع المتميزة اللي نتمنى أنها تنال أعجابكم. مثل ما تعودنا راح نبدأ معكم بموضوع الغلة. يهتمون هالقطر بالإبل بشكل كبير، ومن أجل الترغيب بامتلاكها والعناية بها تقام فعاليات مزاين الإبل في داخل القطر وفي أكثر من منطقة. نتعرف على بعض هذه الفعاليات من خلال هذا التقرير. هذه المسابقة عبارة عن مزاين الأسنان الحقائق والمفرد، شراية وتلاد وقعدان. مثل ما تشوفون الإقبال كبير على المهرجان، الأعداد اليوم فاقت يمكن 600 أو أزود من 600 مشارك. اللي تبرعوا اليوم عبارة عن نقدي وعبارة عن سيارات، والله للحين ما حصيناها لكن قالوا للإخوان أنها وصلت أعداد طيبة، ونتمنى الزود إن شاء الله والمهرجان للكل. توقعتوا فوز هالليلة؟ توقعتوا فوز البكرة؟ الثلاث كلها لنا، الأول والثاني والثالث، بس البكرة ما شاء الله عليها هي فرضت نفسها في الشوط. الأول والثاني والثالث في الأشواط ولا في الشوط نفسه؟ لا لا، في الشوط التحدي الأول والثاني والثالث كلها حق عيال العم وناموس واحد. صاحبة المركز الأول، صاحبة الدرع، صاحبة الدراجة، صاحبة الزعفران، صاحبة الوشاح، وشاح بن ادغام مهرجان بن ادغام الثاني، هي حاملة رقم مبارك بن عبد الله بن ضابط الدوسي. شاركت في فئة الشرايا والحمد لله توفقنا فيها، هي البكرة الوحيدة اللي في فئة الشرايا، حصلت على المركز الأول. الكل فايز بالمشاركة اليوم في تراث الآباء والأجداد، وهذا أول دعم طبعا، صار أول مزاين في قطر، صار في دول الخليج يعني للإبل العمانيات في قطر. دليل اهتمام وحب الشعب القطري لتراث الآباء والأجداد. وهيدا تفوقت على منافسيها بالنقاط المطلوبة، هذه اللي تفوز. النقاط يكون الوجه زين، رقبة طويلة، غارب طويل، مفقر زين، الذراع لحمها قليل، الترايب اللي هو النحر بعد جميل، المواطي الأرضية بعد تكون مهذبة من اللحم، وهي نقاط بعد نفرقها بين الهجن إذا صارت المواصفات كلها متضاربة. المزاين هذا بداية الموسم، وهالقطر أهل هالأصايل من الصنف هذا من الهجن المحليات، الأصايل العمانيات. أكيد المزاينات تأهل وتساعد الناس تعرف وش الجديد وش اللي في المستقبل القوي، وش يعني أكيد أنه بيساعد الملاك اللي يبون يشترون، بيساعد الملاك اللي يبون يجربون حلالهم يشوفون قوته، يعني هل بيصلح في المهرجانات الكبيرة ولا ما يصلح. فهذه المهرجانات هذه ما منها إلا خير، فيها ناس بعد تستفيد في سوق الهجن وبشكل عام، ف 100% نجاحها بيكون 100% وفائدتها بتكون عائدة على أهلها 100%. المهتمين بهذه الهواية أعتقد أنهم راح يفوتون الفرصة في المشاركة في هذه المزاينات. والحين إخوان المشاهدين ننتقل إلى فقرة إطلالة على الماضي. يعتبر برج الساعة من المعالم الهامة في قطر، وهذا لتاريخه العريق اللي شهد على نموها وازدهارها منذ الستينيات. تعالوا نشوف هذا المعلم. في قلب
الدوحة وفي عام 1956 ميلادي، وتحديدا في عهد الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رحمه الله، شيد برج الساعة على مكان مرتفع نسبيا ومطل على كورنيش الدوحة. استمد برج الساعة مكانته لقربه من الديوان الأميري ومسجد للشيوخ، ويمتاز موقعه بسهولة رصد الأنشطة في كل من شرق الدوحة وفي غرب البدع، وكذلك الطرق المؤدية إلى الريان والوجبة في ذلك الوقت، وذلك لقرب المكان من البحر وميناء السفن التجارية. اتصف شكل البرج بالعمارة الجديدة لمدينة الدوحة، وهو مكون من 4 أوجه متطابقة تعلوها قبة ترمز للطابع الإسلامي. معلم تاريخي يحكي قصة طويلة من إنجازات. الحين إخوان المشاهدين نطلع فاصل ونرجع بعدها نستكمل باقي فقرات برنامجكم مجلة الريان. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل. الحين نتابع معكم ومع قصيدة عن المقانيس والطيور. يقول سهيل قرب والبلا شوفت سهيل، يجرح قلوب مهملين الصقارة، مع شمال تنقطع تالي الليل تخلي الحالة في غير قراره. الطير يا أهل الطير مثل الرياجيل يجب على الصقار، يرفع وقاره مثل الحشيم اللي قلط على الحيل، ولا الشجاع اللي براسه نعاره لسان راسه مثل لونه الفناجيل، والريش كله مثل بطنه الغضارة، متفهق الجنحان ضافله شليل لدبرته، قلت فيه انحداره وروس النوايف تلتقي من ورا الذيل، والساق ساق اللي عليها الجبارة حجله قصير ووافي بلا شفيل، وهبرة فخذ ساقه تزول المرارة، والثندوة تشفى الجروح المعاليل، فوق الشبر ولا شبر بالجدارة، والبوز وافي والجحوف المضليل، وعينه تبشر بالعشاء والندارة، راعيه يضمن صيدته كل ما قيل ان الهدد لك ما يجيبه غياره. هو عوق ربدا ضيعت هالدرابيل، تسبح بوسط الجو مثل الشرارة، كروس جنحانه سوى تلمح حيل، أشاف زيلتها تغير طياره، يجروح كبده من سببها مغاليل، مثل الشجاع اللي يبي رد ثاره، لا لحق ذاقت من كفوفها الويل، يضرب وياتي في الجناح انكشاره، رعيه في حب سوى المهابيل، اللي على صيده يسوق البشارة، صيده مضحات على جرة السيل، في خايع توه الأول خضارة، هذه طرات العمر يا أهل المحاصيل، تجارة من وراها خسارة، فرق أهل النمات والقال والقيل، عز الله أنها للمولع التجارة، والبر يبري خافي الهم ويزيل، ويموت ذكري ما عشقت الحضارة، واللي بقلبي بينتها التماثيل، والحر حر يكتفي بالإشارة. سلام عليكم. صح أبدانك. صح الله زانك يا بعد. بعد أن استمتعنا بهذه القصيدة الجزلة، وصلنا إلى فقرة أعتقد أنكم تحبونها، واللي هي فقرة العكوس، واللي راح نقدم لكم فيها صور من الماضي. نبدأ بصورتنا الأولى، صورة للشيخ عبد الله بن جاسم بن محمد آل ثاني، وصورتنا الثانية لقطة جوية لمدينة الدوحة في منتصف القرن الماضي تقريبا. أما صورتنا الأخيرة فهي صورة أخذت لمطار الدوحة الدولي في ستينيات القرن الماضي، وتظهر فيها أحدى الطائرات. والآن ننتقل إلى مقابلة العدد. لقاء هذا العدد مع الوالد منصور بن خلف الكعبي، تابعوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ربينا في ضف الوالد الله يرحمه، حطنا حنا وياه من عمرنا على 10 سنين، هذا يوم احنا ومن قبل ما يخلينا، اما قلنا قاعدين وياه اما في ميلس ولا في 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 عند ربع رايحين وياه، ويعلمونهم على السوالف، ويسمع السوالف، ويسمع الكلام الطيب والكلام الذرب، ويتعلم الرجولة ويتعلم الخشونة من الميالس الآباء منهم،
ليش؟ أما تعلم مقراص ولا تعلم سالفة طيبة ولا خذ الشعر ولا خذ الكرم ولا خذ أما قال ذاك الحمية منه يتحامى وهو صغير، لا ذا ابن جاري والله ما تجيه أنا عنه لا، يعني هذه كانت فيهم، ما حد يقدر يتعدى على حد، لأن هذه لقيناها وإحنا هاي إحنا اللي لمسناها، إحنا وإحنا ويا الوالد لمسنا هذا الشيء، وإحنا والله إحنا حتى حنا اشتغلنا مع الوالد وعطانا ثقة وإحنا عمرنا 10 سنين و12 سنة، ويقولون له حتى يا فلان عيالك صغار وانت أعطيتهم الثقة، قال فيهم بركة، فيهم بركة إن شاء الله، أنا ريان العود ولازم يسدون محلي. فالأولين غير يأخذونهم في كل شيء ويأخذونهم بالسوالف معاهم ويأخذونهم في مسايدهم فيها لسهم في عزايمهم عند ربعهم، تلقى المجلس كله الرجال الكبار جالسين والصغار جالس ما يتكلم إلا إذا كان حد خصه بكلمة ولا شيء ولا وصى، وإذا وصى واحد منهم نقز الثاني قبل الأولي. الحين تصوت على الرجال باسمه وتصوت عليه يا فلان تعال يا فلان تعال، ويمكن ما يسمعك والثاني يسمعك ما يتحرك، الله يهداهم ويبارك فيهم. الأولين غير، طبيعتهم غير وصنعهم غير وحكيهم غير ودنياهم غير، ما يأتهم اللي الحين مثل التلفزيونات وذا التلفونات وذا المشاغل اللي شغلتهم وشغلت أخوهم وشغلت دنياهم عن أهلهم وعن عاداتهم وعن ذي. لكن في ناس فيهم بركة الحين، عادهم يروحوا مع أهلهم البر، وإذا قاعد أبوه في المجلس قاعد مشاهده ما مخلي الصباب يصب القهوة وبيزرق عنه وبيصب وبيقلط المدخن ورايح وجاي وسالفة الطيب، ويبا هذا من ذا اللي يعني يبا من ذا يبا وين تعرفه من هو ذي يبا، ولين تمت السالفة عنده وحفظها وجيته عقب شهر ولا عقب سوى سألته ولا شيء فلان، يوم يجي فلان خبر قال يبا فلان ابن فلان نعم يانا ذاك اليوم أدريبه نعم أعرفه، ترى يا أبوك تشوف بيمر ترى كلمني في التلفون وبيي يبا أبشر. يوم هي الرجال ولا هم قاعدة في المجلس ولا هم متعدل ولا هم متزين ولا هم متلقيه ولا يا مرحبا يا مسهلا، هذا اللي الناس اللي تبيه من شباب الحين. أما الأولين هذا لك راحوا بعلوهم والله يحلهم ويبيح. والله شوف يا أبوك المرأة نصف الرجل، هذا كلام صحيح، والمرأة ساعد الرجال الأيمن في البيت، والمرأة ذاك اليوم اعتماد كل شيء عليها، البيت ما يحتاج من خدمة ولا شيء إلا على رأس المرأة، الرجال ما له تدخل في شؤونها كلش، لا من خياطة هدوم ولا من غسيل ولا من طبخ ولا من عدل ولا من نظف ولا من تعهد البيت ولا تعهد العيال الموجودين ولا تعتراه كل عليها. والريال تعرف الريال ما له إلا من بعيد يحوم عليها ويحمى عليها، هي المرأة الله يسلمك من أول الإسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الإسلام كرمها بكل شيء وخلاها حتى هي في الحروب وفي الغزوات موجودة ولها يد طويلة في كل شيء، سواء من عالج المصابين ولا من قدم لهم الأكل ولا من ذي. أما الحين المرأة لا والله، الحين المرأة طال عمرك في البيت يمكن شو أقول لك، هي تدير البيت صحيح لكن ما تعمل بيدها إلا قليل، قليل عملها في يدها قليل، إدارة البيت نعم عند هذا الخدم عند هذا الصبيان صحيح، هم يدرون لها البيت وهي تديره لهم وهم يشتغلون، وبعد أنا أقول لك لا بعد مهم موجودة بعد البيت اخترب، لأن إذا عود إلا على خدامه ولا على صبي لا ما يسرك حال البيت ولا يسرك حال العيال، والريال يكون في تعب أكثر، لأن اليوم مصاعب الحياة أكثر على الرجال، شغله برا ما يكفي وهي من برا تعبان وحالته حالة من ضغوط الدنيا ومن ضغوط الحياة ومن ضغوط الدي ومن تطلع للأمل ومن تطلع لبن إذا الجيل الجديد اللي عنده اللي أما قال ذا كله يقول هات 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 ولا هات ولا هنا بلذي، وهم مثل الأولين اللي لو أعطيته أي شيء شافه عندك كأنك أنت ما أعطيه الدنيا كلها، الحين لو تعطيه وش تعطيه ما عاد شافه، لأن ما أدري والله، الله يبارك فيهم ويهداهم إن شاء الله ويبارك لهم ولهم. الله يعطيه العافية ويطول عمره. والحين إخوان المشاهدين خلونا ننتقل إلى فقرة اللغز. نذكركم مشاهدينا بلغز هذا العدد واللي يقول ويش صيد صايده يرقى سنود لا تجهز له في قلبه نواه وكان هخط صيدته
قامت تزود، لا فرح في صيدها ولا اهتواه. نعيد عليكم اللغز اللي يقول: وش صيد صايده يرقى سنود، لا تجهز له وفي قلبه نواه، وكانها اخطى صيدته قامت تزود، لا فرح في صيدها ولا اهتواه. اعتقد ان لغزنا سهل وهين، بس يبغي له تروي وتفكير، وانا متاكد انكم راح توصلون للحل. نبغى نذكركم ان هذا اللغز راح تشوفونه في حلقات هذا الشهر حتى اصدار عدد جديد من المجله، وان الفائزين الثلاثه راح يحصلون على مبالغ نقديه التاليه: 2000 ريال للفائز الاول، 1500 ريال للفائز الثاني، و1000 ريال قطري للفائز الثالث. ارسلوا اجوبتكم على العناوين التاليه الظاهره امامكم على الشاشه. وصلنا مشاهدينا الكرام معكم الى نهايه حلقتنا في هذا الاسبوع. نتمنى ان الفقرات اللي عرضناها لكم نالت اعجابكم، وموعدنا معكم الاسبوع الجاي، وفي امان الله.